هاي جايز، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا كتير منيح. وانتم تشوفوا هذا الفيديو اليوم، جات لكم فيديو جديد، وهذا الفيديو راح يكون عن راح نروح نختبر اللي يقولوا اشحال اللي شاحنين فقط. انا رحت اختبرت اثنين، بس راح احط بس واحد عشان الاول كان وهيك سخيف وهيك اشي. بس قبل ما نبدا الفيديو لايك سبسكرايب ويلا نبدا. هاي اسمها شحن روبوكس اللي شاحنين فقط. كتبت لي شاحنه مشان اشحن لك، كتبت لها ايه شاحنه، كتبت لي بدك كم الاسم والباس، كتبت لها بدي 1000، تقدري بدون باس؟ اكيد الجواب المنتظر والمعروف هو لا ما اقدر. كتبت لي ما ينفع يا عمري بدون باس. المهم كتبت لها تمام، متى يجي الروبوكس؟ كتبت لي بعد يوم. كتبت لها اختي مو شاحنة، تقدري تشحني لها كمان؟ قالت لي الاسبوع الجاي هتجيب اللي مشاحنين. تمام تمام صدقنا تمام. اعطيتها الاسم الحقيقي، قالت لي الباس، سويت لها دراما خفيفة، قلت لها راح أثق فيك بليز، سرقت لي وحدة قبلك 2000 روبوكس، بليز كوني ثقة. كتبت لي لا تخافين يا عمري، أعطيتها باس من راسي هيك خلبط وجلبط. كتبت لي دقيقة أشحن، كتبت لها أوكي شكرا كتير إليك، كأنه فرحانة هيك. كتبت لي أنتي خارجة منه، قالت لي لازم تخرجي مشان أدخل. مستوعبين؟ انا من نفس الحساب عندي داخلة من تلفونين جهازين، اصلا كنت من نفس الحساب 3 اجهزة، من نفس الحساب كنت العب من 3 اجهزة، بس جهاز واحد شلته صاروا جهازين، وانتي ما قدرتي تدخلي؟ تمسخري يعني، بدها يعني تخرجني وخلاص، حتى تغير الايميل لما تدخل الباس والايميل. قالت لي انه ما ينفع يدخلني وانتي فيه، كيف اشحن؟ كتبت لها تمام راح اخرج، بس يعني ما خرجت بس كلام هيك. كتبت لي الو اوكي، قلت لها تمام طلعت. كتبت لي خرجتي؟ قلت لها دقيقة. قالت لي دقيقة الباص غلط. قلت لها لا هو صحيح. قالت لي وربي غلط، مو راضي يدخلني. كتبت لها راح ارجع اكتبه اشوف اذا يدخلني. كتبت لها دخلني. كتبت لي طيب انا مو راضي. كتبت لها تمام، سويت لها ايموجي يبكي، كتبت لها باي. كتبت لي مو راضي يدخلني، لو رضا كنت شحنت، اسفة. كتبت لها عادي عادي. جايز بعرف انه مو هيك الاختبار، ما بنعرف اذا كانت نيتها السرقة او لا، فشو لازم اسوي حساب جديد واعطيها الباس واسمه واشوف اذا تسرق لي ولا لا. هاد في الجزء الثاني اسوي هيك، بس حساب ناس ثانيين او هي، يمكن هي كمان. وبس جايز حطوا لايك سبسكرايب، انا كتير كتير بحبكم وبشوفكم في الفيديو الجاي الجزء الثاني. يلا باي.